حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فخرجوا بعد ذلك، خرجوا على عثمان رضي الله عنه. عثمان هو أفضل الخليقة بعد أبي بكر وعمر، هو ذو النورين، هو الخليفة الراشد. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستشهد، قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فخرج عليه الخوارج حيث ألبهم عبد الله بن سبأ، وهو رجل يهودي من اليمن أسلم نفاقا حتى يفسد دين الإسلام، وأخذ يتكلم ويجمع أصحابه ويأمرهم بالكلام في دعامتين من دعامات المجتمع. فقال تكلموا في الأمراء وأوغروا الصدور، صدور العامة عليهم، اجعلوا بينهم وبين الناس فجوة حتى يبغضهم الناس وتحصل الفجوة وعدم الطاعة لهم، وشككوا في فتاوى العلماء، أقوال أهل العلم من كبار الصحابة في ذلك الوقت، والعلماء موجودون في كل مكان. فإذا شكك في نية العالم وفي أقواله وفي علمه سقطت هيبته من الناس، فلم يسمعوا لقوله ولا لفتاواه، وهذا هو الذي حصل. فألبوا العامة وضوضاء الناس على عثمان رضي الله عنه، وخرجوا عليه بالكلمة، ولا يمكن أن يخرج الناس بالسيف إلا أن يسبقها خروج بالكلمة، كما يقال حرية الرأي، كما يقول المبتدعة الآن المظاهرات، كما يفعل الإخوان المسلمون، يخرجون بمظاهرات مليونية، الشعب يريد إسقاط النظام. سمعنا هذا كثيرا، سمعناها كثيرا أيها الإخوة، سمعناها. فماذا حصل بعد إسقاط النظام؟ هم يطالبون من أجل غلاء المعيشة أو من أجل ضعف الأمن أو من أجل الاستئثار ببعض الأشياء. فماذا حصل بعد أن أسقط الشعب وخرج في مظاهرات بعد أن أسقط الحكومة؟ انعدم الأمن وأصبحت المعيشة أضعاف ما كانت عليه، وأريقت دماء مسلمة كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون على الله من أن يراق دم مسلم. وهتكت أعراض النساء ويتمت الأطفال وذهبت مدن كاملة بسبب ماذا أيها الإخوة؟ بسبب الخروج على ولاة الأمر، حتى يتفطن الناس لهذا أيها الإخوة. فالمظاهرات ليست من الإسلام في شيء، الاغتيالات ليست من الإسلام في شيء، الوصول إلى الحكم بأي وسيلة ليس من الإسلام في شيء. وهذا ما يراه الفرق المبتدعة. فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا حينما يكون أشعري وصوفي ورافضي وسني، حينما يقول يكون أحدهم يرى خلق القرآن أن القرآن مخلوق وليس كلام الله مع السني.
حينما يرى جواز المظاهرات والاغتيالات مع صاحب السنة. فأي دين هذا أيها الإخوة؟ دائما أهل السنة والجماعة يقيدون ذلك بفهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح، وأول ما حصل الخلاف هو في هذه القضية، في فهم السلف الصالح. الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وانحازوا إلى حاروراء وذهب إليهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحاورهم وقال: ماذا تنقمون على علي؟ وأخبروه بثلاثة أمور. قالوا: إنه حكم الرجال في كتاب الله وفي دين الله، وقالوا: إنه استحل الحرب ولم يستحل السبي، وقالوا: إنه محى نفسه من خلافة المؤمنين فهو خليفة للمنافقين والكافرين، أو كما قال. ثلاث شبه. فخرج إليهم رضي الله عنه وأرضاه وفندها كلها، كلها أيها الإخوة أتت من الفهم المغاير لفهم السلف. فقال رضي الله عنه: أما قولكم بأنه حكم الرجال في دين الله فما رأيكم؟ الأهم أن يحكم في حق دماء المسلمين أو في دم أرنب أو في فرج امرأة؟ قالوا: بل في دين الله. قال: فالله جل وعلا حكم الرجال في جزاء الصيد يحكم به ذو عدل منكم، وحكم الرجال في الخلاف بين الزوجين في بضع امرأة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. قال: انتهينا من هذه؟ قالوا: انتهينا. قالوا: أما قولكم إنه استحل القتل ولم يستحل السبي فماذا تقولون في أمكم، في عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأنها أم المؤمنين، وإن قلتم نستحل منها ما يستحل من السبايا فقد كفرتم أيضا، كيف تستحلون فرج أمكم؟ فأنتم بين ضلالتين. انتهينا من هذه؟ قالوا: انتهينا. قالوا: أما قولكم إنه محى نفسه من خلافة المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان صلح الحديبية وأتى سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل أن يسلم وهو مندوب أهل مكة واتفقوا على الصلح، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا ما قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قريش. قال: لا. قال سهيل: لا تكتب، لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قتلناك. فقال لعلي رضي الله عنه: امحها يا علي، امحو رسول الله. فقال: والله يا رسول الله لن امحه، لن امحها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، فقال: أرنيها. فقال: هذه. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو رسول الله وهو أفضل الخليقة، ولم يمحى من الرسالة. أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت.
فبسبب مناقشة هذا العالم وفضيلة العلم رجع ثلثي الخوارج في ذلك الوقت. بسبب ماذا؟ بسبب العلم وفهم السلف الصالح. لذلك أهل السنة والجماعة يقيدون ذلك بفهم السلف الصالح. وما حصل الاختلال في الدول وفي الحكم إلا حينما ضيعوا هذا الأصل العظيم، حينما فهموا فهماً مغايراً لفهم السلف الصالح. فلينتبه إلى هذا أيها الإخوة. نحن لا نقول طاعة ولي الأمر في طاعة الله مقيدة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن إن أمر بمعصية فلا يسوغ ذلك الخروج عليه، لا يسوغ ذلك أن نخرج عليه، بل لا نطيعه في المعصية ولا نخرج عليه ولا ننزع يدا من طاعة. هذا أيها الإخوة دين، لا يمكن أن يحصل للناس الأمن في دنياهم وفي دينهم وفي معيشتهم إلا بهذا. لا يقال ذلك تزلفا للحاكم ولا خوفا منه، بل هذا دين لا يصلح الناس إلا بهذا. ولذلك تجد علماء الإسلام اهتموا بهذا الأصل العظيم. إذا قيل لكم أيها الإخوة إمام أهل السنة والجماعة من يتبادر إليكم؟ أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم، كبار أهل العلم. وإذا قيل شيخ الإسلام تبادر إلى أذهان الناس، ابن تيمية رحمه الله، صحيح هذا؟ وابن تيمية أين مات؟ أين مات يا أخوة؟ في السجن. والإمام أحمد ماذا حصل له في محنة خلق القرآن؟ سجن وعذب. فأسألكم بالله، هل وجدتم في كتبهم هذين العالمين الجليلين كلمة واحدة تسوغ الخروج على ولي الأمر؟ سمعتم هذا؟ أبداً. هل كانوا يخافون منه؟ لا والله، لو كانوا يخافون منه ما وقعوا فيما وقعوا فيه. أكثر الناس على الإمام أحمد بأن يقول ويعتذر، وحتى لو يوري، ومع ذلك لم يقل شيئا، بل ومع ذلك يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، الإمام الذي كان يعذبه. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه يفهم أن الخروج على الإمام شر. أتاه الناس وهو في سجنه فقالوا يعني استفحل الأمر، قال لا، لا تسيلوا دماء المسلمين، احقنوا دماء المسلمين، فمستريح ومستراح منه. إما أن يستريح المؤمن بالموت، وإما أن يستراح من الفاسق والفاجر بالموت أيضا الحاكم. ومع ذلك لم يوجد منهم كلمة واحدة في التسويق للخروج على ولي الأمر، بخلاف ما نسمع اليوم من الجماعات الذين يجمعون الفرق ويخرجون على ولاة الأمور. وبهذا ذهبت دول كثيرة وحصل من المفاسد ما الله به عليم، وهذا حصل من الإخوان المسلمين وغيرهم. ما يقوله جماعة التبليغ شبيه بهذا، يقولون نحن نتكلم في الفضائل ولا نتكلم في المسائل، يقصدون بهذا المسائل أي مسائل الاعتقاد، مسائل طاعة ولي الأمر، لأنهم إذا تكلموا في المسائل تفرقوا. هم يجمعون تجميع الصوفي والرافضي والسني والأشعري وغيرهم،
ويتكلمون في فضائل الأعمال فقط، لكنهم لا يتعرضون إلى المسائل. خرج أحد الإخوة من عندنا من هناك من السعودية، وأنا أعرفه، معهم، وذهب ومعه مترجم إلى مسجد، إلى جماعة في مسجد، فوجدهم صوفية يهزون رؤوسهم، فكره الصلاة معهم ورجع، لم يصلي معهم، فرجع إلى المركز الرئيسي في الهند أو في بنغلاديش، وإذا بالمترجم به تميمة، قد تعلق تميمة، فسأله عنها فقال هذه يعني جائزة، فرجعوا إلى المشايخ كما يقولون، مشايخ الدعوة، فأنكر ذلك لأنه تعلم التوحيد في السعودية، فأنكر ذلك فطرة. فحينما أتى إلى علمائهم قالوا هذه من المسائل المختلف فيها، تعلق الحجب والتعاويذ والحروز، وهذه محرمة، بل شرك إذا اعتقد أنها تدفع ضر أو تجلب نفع فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وبدعة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وهذه فائدة قولهم نحن لا نتكلم عن المسائل، فلا ينكرون على القبوريين ولا على من يدعون الأولياء ويستغيثون بهم، فهم لا يفرقون بين التوحيد وأهل الشرك. وهؤلاء كلهم من الفرق التي خالفت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الاعتقاد وفي العبادات وفي إحلال الحلال وإحرام وتحريم الحرام وفي السلوك وفي المنهج وفي كل شيء من أمور الدين. هكذا يتفق الناس، فلا يجمع الناس أيها الإخوة إلا التوحيد، هو الذي يوحد الناس ويجتمع الناس على التوحيد وعلى السنة، فهي الطريق الواضح. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على التوحيد والسنة بفهم سلف الأمة، وإلا لو كان كل يفهم على ما يريد لاختلف الناس، كما حصل في خروج الخوارج. خرجت الخوارج بماذا أيها الإخوة؟ بتكفير المسلمين بارتكاب الكبيرة، إذا فعل المسلم عندهم كبيرة كفروه. ومن منا لا يعصي الله جل وعلا؟ ألا لعنة الله على الكاذبين؟ هل منا أحد لم يكذب في حياته؟ ما في أحد. فيكفرون الناس بالكبيرة، الغيبة، من منا لا يغتاب إلا من رحم الله، هي كبيرة، إسبال الثياب، فهم يرون تكفير المسلمين بارتكاب الكبيرة. فإذا لم نقيد الفهم بفهم السلف الصالح ضاع الناس واختلف الناس، فلا يوحد الناس على الكتاب والسنة إلا أن نفهم من الكتاب والسنة كما فهمه السلف الصالح. أما قول الإخوان المسلمين فليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، فهذا أيها الإخوة الاختلاف لا يكون في العقائد ولا يمكن، إنما يسوغ الاختلاف في ما يسوغ فيه الاختلاف من مسائل الفقهية التي كل معه دليل. وأضرب لكم مثال، النزول على الركبة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبرك كما يبرك البعير، فمن العلماء ومن الناس من فهم
ألا ننزل على الركبة، لأن البعير ينزل على ركبته، وركبة البعير في يده وليست في رجله، ركبة البعير في يده وليست في رجله. ومن أهل العلم من قال نخالف بركة البعير فننزل على أرجلنا، لأن البعير ينزل على يديه وركبتيه في يديه ليست في رجليه. فهذا إن اختلف الناس فيه فهذا من الفهم الذي كل يرى أن الدليل معه وهذا سائق، لكن أن نقول فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من العقائد من الأمور المهمة، كأن نجمع الرافضي الذي يسب الصحابة يسب أبا بكر وعمر ويرمي عائشة بالبهت والفحش، والأشعري الذي يرى أن كلام الله مخلوق، فكيف نجتمع مع هؤلاء؟ لا يمكن هذا أيها الإخوة. فليفهم أن هذه مقولة منكرة أريد بها باطل، كأنها كلمة أهل التبليغ الذين يقولون نتكلم في الفضائل ولا نتكلم عن المسائل. والدين واضح أيها الإخوة، ديننا ليس فيه غموض وليس فيه اجتماعات سرية وليس له مؤسس وجماعة تنتسب إلى اسمه، إنما هو دين واحد وجماعة واحدة وإمام واحد ومنهج واحد وفهم لنصوص الوحيين واحد. بغير هذا لا تجتمع الأمة ولا يجتمع الناس ولا تنتظم معيشتهم ولا حياتهم. وأنا كررت هذا الكلام حتى يفهم أيها الإخوة، حتى يفهم. ثم إن كلام أهل العلم عن هذا ليس بتزلفا للإمام ولا خوفا منه، وإنما هو دين ندين الله جل وعلا به، وألا يخاف في الله لومة لائم. هذه الكلمة بعض الناس لا يفهم كل معناها، كلمة حق عند سلطان جائر، فنجد من أصحاب أهل البدع من يتكلم بهذا على المنابر، إن كنت صادقا فاذهب إليه وتكلم أمامه، أما تبث وتتكلم في المنابر فهذا ليس من النصيحة، هذه من الفضيحة، وليست كلمة حق عند أو أمام إمام جائر. بل من الحق ومما يفهم من هذه الكلمة أن تقول الحق ولا تخاف لومة لائم، فلا تخاف من الناس أن يقولوا إنك متزلف. بعض أهل العلم وبعض الدعاة يسكت عن بعض الكلام حتى لا يقال إنه متزلف أو إنه من علماء السلاطين. لا يا أخي، إذا كنت تدين الله جل وعلا بهذا فقله، ولا تخاف لومة لائم من الناس ومن المخالفين وممن فهموا غير فهم السلف الصالح. فليفهم هذا أيها الإخوة. الجوائز الشيخ على طول حتى ما الجوائز موجودة؟ لا 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 طيب طيب، لكن نسجل الأسماء. نعم نسجل الأسماء ولا نجعلها في الأخير. طيب، فالأصل الثاني كما ذكرنا الاجتماع. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
فصار قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. يقول صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية فكيف بالعوام وهم أشد جهلا في هذا. فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم، والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلمة وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمر، حتى يختل الأمن وتسفك الدماء ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح عندهم عليه من الله سلطان. وهذا كما ذكرنا الأصلين الذي أمر بهما عبد الله بن سبأ أصحابه أن يتكلموا في الأمراء ويتكلموا في العلماء، فإذا سقطت هاتان الدعامتان من المجتمع سهل الدخول وخلخلة المجتمع وإسقاط المجتمع. ما هي هاتين الدعامتين؟ هذا السؤال الأول. ما هي هاتين الدعامتين؟ هذه عليها جائزة يا شيخ، في جائزة تسجلها. الدعامتين التي أمر بها عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، ما هي هاتين الدعامتين؟ من يجيب؟ نعم يا شيخ. الخروج على الولاة أو الكلام في الولاة. نعم. ثانية الكلام عن العلماء. الكلام عن العلماء، سجل اسمه يا شيخ. ما اسمك؟ إبراهيم باري. طيب، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقهاء. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان ما من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الله المستعان. فهذا أصل عظيم أيضا، وهو الأصل الرابع، وهو بيان المراد بالعلم، وهو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة. وإذا قيل عالم فالعالم هو العالم الشرعي، ليس بعالم الطب ولا عالم الهندسة، فهذا يقال يقيد بمهنته طبيب أو مهندس أو كذا. لكن إذا قيل عالم فالصحيح أنه العالم العلم الشرعي. وقال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم بتوحيد الله الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى به وأخلص لله، لا يمكن أن نصل إليه إلا بالعلم، إلا بالعلم الشرعي. لا يمكن أن نعرف توحيد العبادة، توحيد العبادة، إلا بالعلم الشرعي. وإلا كيف نفرق بين العبادة وغير العبادة؟ وهكذا أيها الإخوة، كذلك أيها الإخوة، من الناس من يتظاهر بالعلم وهو ليس من أهل العلم،
من الناس من يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، نسأل الله العافية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامية البليد، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. والآن أيها الإخوة، علماء السوء عندهم كقولهم إن القبر الفلاني ينفع كذا وكذا، وإن البقعة الفلانية فيها بركة وتنفع بكذا وكذا، فيبحثون الأحاديث الشاذة والموضوعة ويرممونها حتى ينتصرون لمذهبهم الباطل، ولا تجدهم يبحثون عن الحق الذي هو ضالة المؤمن. وهذا أمر خطير، وورد في الحديث أن العلم لا يقبض انتزاعا ولكن بموت العلماء، فإذا مات العلماء الربانيون اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكم نرى أيها الإخوة في القنوات وفي البث وفي وسائل التواصل أناس يشار لهم بالبنان وهم على غير منهج، بل وهم على عقائد فاسدة، نسأل الله العافية. وبذلك أصبح أكثر الناس لا يعلم من هم العلماء الربانيين. وهذه متعلقة بفتنة ابن سبأ، فأصبح الناس اتخذ الناس رؤساء جهال، واتخذوا الدين طرائق، الطريقة التيجانية، الطريقة الشاذلية، الطريقة كذا، الطريقة كذا، وأصبح كل فريق بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. ما الذي اختل هنا أيها الإخوة؟ الشرط الثالث، وهو تقييد الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. كذلك أيها الإخوة، الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. يعني من هم أولياء الله؟ أصبح كثير من العامة ومن الناس يتبادر إلى ذهنه أن الأولياء هم أصحاب الأضرحة والقبور، هذا قبر الولي الفلاني والولي الفلاني. طيب من هو الولي عند الله جل وعلا؟ هل هذا عليه علامة أنه ولي حتى تسميه ولي، وحتى يبنى على قبره مسجدا، وحتى يوضع صندوق نذور فتدفع له الأموال الطائلة وتؤكل أموال الناس بالباطل؟ لا والله. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا عظيما سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أيها الإخوة؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من كان لله تقيا فهو لله وليا، والولي ليس عليه علامة بين عينيه مكتوب أنه ولي، لكنه يعرف بتقواه. وكل من كان تقيا بقدر تقواه يكون لله وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لكن ليس عليه علامة. وإن جهلناه وجهله الناس فإن الله يعلمه. ثم بين فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين الإيمان العلم النافع والعمل الصالح، فهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح في التقوى، والعلم النافع في الإيمان. وليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، هذا ولي الشيطان
وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية، فتجد بعضهم يسحر الناس ويخيل إلى الناس بأنه يسير يعني في الهواء أو يطير في الهواء، أو أنه يذهب إلى مكة في زمن يسير ويرجع، وهذه كلها من السحر والكهانة والشعوذة. ويكفي بهذا آية آل عمران في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن القيم رحمه الله فلما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. أنت تحب الله صحيح حقيقة؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى محبة الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله يا الإخوة هي أعظم أنواع العبادة، وعلامة محبة الله هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نترك سنة النبي ونعتمد على الخرافات والبدع فهذه هي الولاية عندهم، ولكن أولياء الله لهم أربع صفات الذين يحبون الله جل وعلا. أولاً أنهم يحبون الله كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثانياً أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يحبون المؤمنين ويبغضون الكافرين، ففيهم ولاء للمؤمنين وبغض وبراءة من المشركين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن صفاتهم الولاء للمؤمنين والبغض والبراءة للمشركين، فهذه أربع صفات هي لأولياء الله سبحانه وتعالى. إذا خرج من الشرع ذلك العالم الضال يقال عندهم هذا عارف وصل إلى الله ليس بحاجة إلى اتباع الرسول، وبذلك اتخذ طريقة خاصة له، الطريقة الفلانية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا موصل إلى الجنة إلا عن طريقة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا سبيل الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل الله، خطا مستقيما، فقال هذا سبيل الله، وهذه سبل، خط على يمينه وشماله سبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، أولئك أصحاب الفتن والطرق والمذاهب المخالفة. فيقولون المبتدعة نحن نأخذ ديننا من الله مباشرة، ويدعون أنهم يتصلون بالله مباشرة، ويقول أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، يقصدون بذلك رجال السند عن فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبزون ويلمزون أهل السنة بهذا، وهم يقولون نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، ويزعمون أنهم يأخذونه من الله مباشرة، وكذبوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقولون لا يصير الولي في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد، أما المدفون الذي دفنه أو دفن على السنة ولم يوضع على قبره علامات كبيرة فهذا عندهم ليس بولي، وهذا خطأ عظيم. فالولي كما ذكرنا كل من كان لله تقيا كان لله وليا، أما لا يوجد ولي إلا من
جعلت المنكرات على قبره وبني على قبره، فهذا هو الشرك، وهذه هي الوسيلة والبدعة المنكرة التي تؤدي إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. الأصل السادس أيها الإخوة، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. إذن هم يقولون نحن ليس عندنا من يرتقي إلى درجة المجتهد المطلق، ويجعلون لذلك شروطاً عظيمة قد لا تتوفر في أبي بكر وعمر، حتى يصرفون الناس عن ذلك، ويقولون يعني يتخذ الناس منهم مشايخ وقدوات. يقول المؤلف رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموضوع الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما، يعني ما دام أنه لا يعني لا يصل إلى درجة المجتهد فليعرض عن الكتاب والسنة لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما يعني من الكتاب والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بيّن الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذن يقولون لا يصل إلى درجة المجتهد أحد، فمن أجل أن يصرفون الناس عن العلم ويصرفون الناس إليهم، وهذا كله كلام باطل أيها الإخوة. كيف لا يفهم القرآن والسنة؟ القرآن جاء فيه: ولا تقربوا الزنا، حرمت عليكم الميتة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا كلام واضح يعلمه الجميع، فكيف لا يفهم القرآن والسنة؟ القرآن أنزل بهذه اللغة، لغة أهل الجنة، اللغة العربية، ليتدبروا آياته لنفهم معانيه. ما أنزل القرآن طلاسم لا تعلم. يعلم من هذا أن هذه شبهة من شبه أهل البدع. وقبل أن نختم أيها الإخوة، نسأل سؤالا: ما هي الأصول الستة التي ذكرناها في هذا الدرس والدرس أمس؟ نعم يا من رفعت يدك في الأخير. نعم أحسنت، إخلاص العمل لله جل وعلا. باقي خليه يكمل يا شيخ، أكمل بعدين أخذ اسمك الثاني. أحسنت الثالث. أحسنت السمع والطاعة لولاة الأمر. نعم أحسنت. بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم السادس. رد الشبهة التي وضعها الشيطان
أحسنت، بارك الله فيك. سجل اسمه يا شيخ. ما اسمك؟ طيب يا أصحاب الفضيلة، أريد لكم قصة ولا نجعلها، نريد أن نسمع من الأخوان. أسئلة تسألون ونجيب؟ أسئلة واستفسارات. كم سؤال عندنا الآن؟ صار 2 جائزات. كم الجوائز يا شيخ؟ 3. طيب الموجود 3 جوائز ولا كم الجوائز مجموعها؟ لا ليس 3. طيب كثير. طيب يا أخوان، نعم تفضل يا شيخ، ارفع صوتك. عن جماعة؟ لا لا نسمع واضح. مثلا عندي استفسار حول جماعة الأولين، أما أشرف مني سابقا، يعني جماعة الأولين كيف نتعامل معهم؟ أحيانا يأتون إلينا في المساجد يعني ويقيمون في المساجد ويوجد للمسلمين من يؤيدهم في المسجد، إذا كنت إماما في المسجد كيف نتعامل معهم؟ أحسنت. الحمد لله، جماعة التبليغ هم كما يقولون يريدون الخير، يريدون الخير، وكم من مريد للخير لم يصبه. وأذكر لكم قصة حصلت على عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخلافة الراشدة في عهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أتى أبو موسى الأشعري إلى مسجد جامع الكوفة فوجد أناس متحلقين في المسجد حلق، وعلى كل حلقة رجل ومعهم حصى، فيقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100. فالعمل ما هو أيها الإخوة؟ ذكر لله جل وعلا. وأين هو؟ في المسجد. فأنكر هذا الفعل أبو موسى رضي الله عنه، فذهب لمن هو أعلم منه، ذهب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة ومن أشد الناس تمسكا بالسنة. فانتظره حتى خرج من بيته ثم أخبره الخبر، فقال أفلا أحصوا، يعني أخطائهم، والله جل وعلا ضامن أن يحفظ لهم حسناتهم أو كما قال. فأتى إليهم، وحينما وقف على أصحاب تلك الحلق قال ما هذا الذي تفعلون يا أمة محمد؟ والذي هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلأ، يعني أنتم حديثون عهد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وقطعا هم ليسوا بعلى ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا أنهم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا كلمة، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. كثير من الفرق الإسلامية اليوم الموجودة في الساحة هي تريد الخير ولا شك. فقال كلمة تكتب بماء الذهب،
فقال: وكم من مريد للخير لم يصبه. كم من إنسان يريد الخير لكن لم يصبه. وتعلمون العمل الصالح الحسن هو الذي توفر فيه شرطان: أن يكون خالصاً لوجه الله، وأن يكون صواباً على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. فإذا اختل أحد الشرطين رد العمل، إما لأنه غير خالص لله جل وعلا، فيه شرك أو فيه نفاق أو تزلف، وإما إنه على غير السنة. فهذا العمل عده ابن مسعود رضي الله عنه مخالفا للسنة بهذه الطريقة، مع أنه ذكر وفي المسجد. فجماعة التبليغ عندهم نقص في العلم، وينفرون من التوحيد ومن العلم عموما، ولا يمكن أن تجد معهم كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب أو غيره من أهل العلم، إنما هم يعتمدون على كتاب فضائل الصحابة، وهذا للعرب، وتبليغ نصاب وهذا للعجم، وتبليغ نصاب هذا فيه من الطوام ما الله به عليم. ثم إذا بحثت إلى أصل الجماعة وجدتها صوفية، فمؤسسها محمد إلياس، وقبره الآن وموجود في النت، موجود في جامعهم الكبير، وقبر زوجته، وقد بني عليهم بناية حجرة داخل المسجد. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي رواية: وصالحيهم مساجد. وقال: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ويزعم محمد إلياس أنه ذهب إلى المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غفى غفوة، وقال له النبي: بلغ بلغ عني. وكل هذه من الخزعبلات. فالذي ينكر عليهم أنهم لا يتعلمون العلم الشرعي، ولا يهتمون بمسائل التوحيد، إنما هو تجميع، ويتعصبون إلى تلك الجماعة الصوفية التي في الهند. فلو تكلمت عن جماعة الأحباب أو جماعة التبليغ لثاروا في وجهك، فهم يوالون ويعادون عليها، لا يوالون ويعادون على التوحيد والسنة. فهذا هو المأخذ عليهم. فالتعامل معهم أن يقال: تعالوا إن كنتم تريدون الخير فأيدينا بأيديكم، هلموا إلى التوحيد والسنة، تعلموا التوحيد، ادعوا الناس إلى التوحيد وليس إلى فضائل الأعمال، وليس إلى الصفات الست الذي لا يخرجون من الكلام عنها. ومنها نتكلم عن الفضائل ولا نتكلم عن المسائل، لا نتكلم عن التوحيد، لا نتكلم عن البراءة من المشركين، لا نتكلم عن البناء على القبور، لا نتكلم عن دعاء غير الله، لا نتكلم عن التحذير من التعاويذ والحجب. وهنا حصل الاختلاف. فلو تركوا هذا المنهج ودعوا إلى التوحيد، ولم يتعصبوا إلى مؤسس الجماعة، لأصبحوا إخوانا لنا، كلنا دعاة إلى الله، ولا نتعصب إلى مذهب معين ولا إلى جماعة معينة. وإنما يجب أن يكون تعصب الإنسان ونصرته لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بالتمسك بها، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة حتى أنها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ومع ذلك لم تحفظ هذه الموعظة، لأنه أتى ما هو أهم منها، أتى التوطئة لما هو أهم منها وهي الوصية. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، حتى قال: فعليكم بسنتي، سنتي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، مؤكدات كثيرة.
ثم نجد من الناس من يخالف هذا كله فيفهم على ما وافق هواه ويتخذ طريقة في الدعوة كما وافق هواه ويجمع الناس منهم أهل البدع ومنهم أهل القبور ومنهم أهل الشرك ومنهم من يتكلمون في خلق القرآن ويقول نحن مسلمون. إذا وصلوا للحكم كما وصل بعض الطوائف الأخرى ثم تسلط على الناس من هو منهم، من هو يقول بخلق القرآن مثلا، فما هي الفائدة؟ لذلك لا يجتمع الناس إلا على التوحيد والسنة ونبذ الفرق كلها. أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها في النار إلا واحدة وهي نار الوعيد، لا يكفرون لكنهم متوعدون أصحاب الفرق المخالفة. وبقدر ما يقترب من هذا الأصل التوحيد والسنة على فهم السلف بقدر ما يكون عندهم من خير، وبقدر ما تعم البركات ويعم الأمن ويعم الخير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا ليس موجود عند كثير من الجماعات، التحذير من الشرك من كبيره وصغيره، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم منهم. فإذا عبدنا الله حق عبادته عمت البركات وعم الأمن وعم الخير. ولذلك أيها الإخوة، حينما انتشر الإسلام وعم التوحيد أرجاء المعمورة، ذكر أن في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه يعني يمشى بالصدقة فلا يوجد من يأخذها، عمت البركات ولا يزال الخير ينقص حتى يبعث الله موسى عليه السلام، حتى يبعث الله جل وعلا عيسى فيحكم بالتوحيد، فيحكم بالتوحيد ويكسر الصليب وتعم البركات في الأرض حتى يستظل المجموعة من الناس في قحف الرمانة وتكفي البقرة القبيلة من الناس وتكفي اللقحة الفئام من الناس. لماذا أيها الإخوة؟ ببركة ماذا؟ ببركة التوحيد الذي لو رجع الناس إلى التوحيد لعمت البركات وذهبت المشاكل هذه كلها. لكن بقدر ما يبتعدون عن التوحيد وعن السنة بقدر ما تسوء أحوالهم ويكثر الشر ويقل الخير وتقل البركة. فمن أراد البركة والخير والسعادة والهداية فهي بالتمسك بهذا التوحيد والسنة، فليبشر بالخير، وعد من أصدق القائلين كما ذكرنا في الآية السابقة. انتهينا من الجواب يا شيخ، جزاك الله خير على هذا السؤال المهم. نعم جزاكم الله خيرا. أنا عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول تكمن في الحديث الذي ذكرته، حديث الإخبار بن سارية رضي الله تعالى عنه، وعضل رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. ذكرتم أن هذه الموعظة لم تغلق، لم تذكر. السؤال أخر مسئلة الأشياء لم تنقل. نعم نعم ذكر. نعم. الشيء الأول، هل تعرض الباحثون هذه الموعظة حتى يتبين للأمة هذه الموعظة؟ هذا سؤال واحد. أو لم يتعرض لها الباحثون، وهل بإمكان الباحث
أو هو مستهين. السؤال الثاني بخصوص جماعة التبليغ، مثلا في بعض المناطق بعض القوات قد يكون من شخصيات البلد، وهؤلاء عندما يدخلون في بعض المناطق عندهم زيارة بعض المشايخ والشخصيات، هل إذا قرروا زيارة الدار أو الإمام في بيته وهو من وجهاء المدينة، هل الأفضل له أن يجلس لهم أم يفر منهم؟ أحسنت. أيوم أحسن. أحسنت على هذا السؤال المهم. أما السؤال الأول فهو عن الموعظة، فهي لا سبيل إلى الوصول إليها لأن الصحابي لم يذكرها، إنما ذكر وصفها بأنها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ولم يذكرها أبدا، فلا يمكن الوصول إليها. والأهم الذي وصل إلينا وأوصله الصحابي العرباض بن سارية هي الوصية. أما جواب السؤال الثاني كيفية التعايش مع جماعة التبليغ، فهم مسلمون ويريدون الحق. والشيخ بن باز رحمه الله يقول: أنصح طلاب العلم أن يخرجوا معهم لتصحيح ما لديهم من أخطاء، ويحذر العامة من الخروج معهم لأنهم جهلة فيتأثرون ببدعهم. فإذا زاروا أحد من الوجهاء أو طلاب العلم فلا مانع أن يجلس معهم ويتذاكر معهم ويبين لهم ما لديهم من أخطاء، ويقول هذا خطأ وهذا صواب، فإن قبلوا منه فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد برئت ذمته ويفارقهم. وهذا واجب لكل مسلم، النصح لكل مسلم كائنا من كان، أن تبين له الحق، فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك. أما هم كما ذكرنا فمن أكبر ما لديهم من أخطاء تعصبهم، التعصب للجماعة الأم الصوفية الذي على العقيدة الأشعرية والطريق، ويبايعون بيعة مبتدعة غير بيعة الإمام على أربع طرق: جشتية وقادرية ونقشبندية وجشتية، فينكر عليهم بهذا. وأعظم ما ينكر عليهم في عدم تفقههم في دين الله جل وعلا، وعدم اهتمامهم بجانب التوحيد الذي هو الأصل، وهذه مصيبة عظمى أن لا يتعلموا التوحيد، ولذلك يقعون في الشرك من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون. فإذا قابلهم الشخص فإنه يدعوهم كما يدعوهم ويبين لهم الحق، فإن قبلوا فذاك وإن لم يقبلوا فقد برئت ذمته والحمد لله. نعم يا أخوان، نسأل شيء؟ تفضل. نعم، في الأسئلة الثالثة ذكرنا مسألة السمع والطاعة وعدم الخروج على السلطان، فأنا الآن أسأل: كم هي أنواع الخروج تحت الحاكم؟ هل هي داخل الاعتدال وغير داخل؟ بمعنى يقول مثلا أنا لا أعتقد أن هذا ولي، هذا هو السؤال. السؤال الثاني: ما الفرق بين قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واتباع الآراء والأهواء؟ الفرق بين الآراء والأهواء وأنهما بمعنى واحد، لأننا نسمع قد يقول كل له أن يتبع رأيه، وهل هذا
أحسنت. اتباع الآراء والأهواء. أما أصحاب الأهواء فقد نهانا الله جل وعلا عن اتباعهم ومجالستهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان العلماء فيما سبق يسمون أهل البدع أهل الأهواء لأنها شيء هوته نفوسهم واستحسنته عقولهم فعملوا به وخالفوا السنة. فاتباع السنة مغاير اتباع الأهواء. وإذلك يقول التستري رحمه الله ومن علماء السنة يقول إذا رأيت الرجل يدعو للإمام يعني ولي الأمر فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على الإمام فاعلم أنه من أهل الأهواء، فالهوى مذموم. أما الرأي فإن كان الرأي موافقاً للسنة فنعم الرأي، أما إن كان يعرض الرأي على الكتاب والسنة فإن خالفها ضرب بعرض الحائط، وإن وافقها فهذا حسن ولله الحمد. أما الأهواء فهي مذمومة. أما الكلام الأول ما هو؟ أيوة أحسنت. نعم، إذا نوى أنه ليس في رقبته بيعة فهذا على خطر عظيم لولي الأمر المسلم، ويجب ألا يصبح ويمسي إلا وهو يعتقد أن في رقبته بيعة لولي الأمر. أما أن يقول أنا لم أبايع لم أصافح بيدي فهذا خطأ، لأنه إذا بايع أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء أصبحت البيعة واجبة على بقية الشعب وبقية الناس في ذلك الإقليم الذي يحكمه ذلك الإمام المسلم. أما أن يعتقد بقلبه أنه ليس في رقبته بيعة فهذا قد تعرض للوعيد، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وهذا وعيد، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا وعيد شديد، فلينتبه إلى هذا، بل يجب أن يعتقد أن في رقبته بيعة وإن لم يبايع بيده. اتضح هذا؟ جزاك الله خير. أسئلة موفقة بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما يعيشه العالم اليوم من اقتصاد على دول، وكل دولة لها رئيسها ووليها، هل تسمية ولي أمر المسلمين يصدق على كل هؤلاء الولاة؟ بما أننا نعرف أو يعلم من هؤلاء الولاة من انقسام بينهم واختلاف في آرائهم في كثير من الأمور، هل قصدي هل تسمية ولي الأمر ووجوب الطاعة على المسلمين لولاة الأمر يشرط إذا كان المسلمين كلهم على إمام واحد أو على انقسامهم بين هذه الدول؟ أحسنت. أحسنت وبارك الله فيك. لو قلنا إنه تجب الولاية أو البيعة لإمام واحد لم يمكن هذا
في هذه الأزمنة. كم دولة إسلامية الآن؟ كم دولة؟ بالعشرات إن لم تكن بالمئات. وطاعة ولي الأمر المقصود بها في ذلك الإقليم وفي تلك الدولة، الدولة التي لها حاكم مسلم وجماعة، فيجب مبايعته، ويجب اعتقاد أن له بيعة برقابهم وتحريم الخروج على ولي الأمر في تلك الدولة. والدول الأخرى كل دولة لها ولي أمر ولها جماعتها. أما إذا حتى وإن كان ذلك الحاكم ظالم، وإن كان فاسق كما ورد في الأحاديث الكثيرة، وإن جلدوا الظهور وأخذوا الأموال يعني بدون حق وأثرة علينا، وإن استأثروا بالأموال والمناصب، فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. أما إن كان الحاكم كافر، كافر كما هو كثير من الدول، فلا تجب له بيعة ولا يبايع. لكن أيضا كذلك لا يخرج عليه، خاصة إن كان المسلمون في ضعف ولا يستطيعون مقابلة ذلك الحاكم الكافر. وهذا له أصل من السنة في بيعة العقبة، حينما قابل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بيعة العقبة من الأنصار، وكانوا يرون الشرك في منى وفي أهل مكة وفي موسم الحج، قالوا يا رسول الله لو شئت ملنا على أهل منى بأسيافنا قاتلناهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا، لم نؤمر بعد، لأنهم لو مالوا عليهم وهم قلة لحصدوهم الكفار فقضي على الإسلام. فليس من الحكمة أن تخرج على الحاكم الكافر وأنت ليس معك إلا بندقية أو سكين، وهو معه مدفع وصاروخ ودبابة. هذا من إلقاء بالنفس إلى التهلكة، فلا يجوز هذا. نعم ليس له بيعة في رقبتك إذا كان كافر، لكن الدين كله أيها الإخوة أتى بأمرين: بتحقيق المصالح وتكثيرها، وتقليل المفاسد ودرئها. هذا هو الدين. أما تريد أن تصلح مفسدة فتأتي بأعظم منها، هذا لا يجوز. تنكر على الحاكم الغلاء مثلا، أو فعل شيء من المحرمات فتسفك الدماء، هذا لا يجوز. لذلك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ومع ذلك إن كنت تستطيع أن تزيح ذلك الحاكم ولا ترتكب مفاسد أعظم فافعل، وإلا فلا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان مسلم، بل وإن كان كافر وأنت عاجز عن ذلك، بل تصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح له دولة وقوة، فأتى فاتحا صلوات ربي وسلامه عليه. جزاك الله خيرا. نعم مسكو الشيخ على ما تفضل به، وما رأيكم في من يصلي بمعاني القرآن في لغة غير لغة القرآن؟ على سبيل المثال الصلاة تفتح بتكبيرة الإحرام الله أكبر، يا
يأتي بمعنى الله أكبر يقول ألا لك موت. ما رأيكم في هذا؟ ما يصح هذا، ما يصح هذا، ما يصح يا شيخ. هناك واجبات يجب على كل مسلم أن يتعلمها، ومنها الصلاة، وخاصة تكبيرة الإحرام ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. فكيف لا يقول الله أكبر؟ لو قال الله أعظم تصح الصلاة؟ ما تصح. فلا بد أن يقول الله أكبر، ولا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب لأنها ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، وهكذا. فلا بد عليه أن يتعلم. نعم، لو كان في اليوم الأول ولا يستطيع نقول كبر وأتعلم مباشرة، أما أن يبقى فلا يتعلم التكبير ولا يتعلم قراءة الفاتحة ولا التحيات التي هي ركن، فهذا لا تصح الصلاة. ونحن الآن كل شيء متوفر في وسائل التواصل ولله الحمد، وبأي لغة. جزاكم الله خير. إذن أنا أسأل، أنتم تسألون وأنا أسأل حتى لا تكون قسمة ضيزى. طيب، الله جل وعلا ذكر آية عظيمة ضمن لنا ووعدنا إذا حققنا التوحيد أن نعيش حياة طيبة، أن نمكن من هذه الأرض، ونمكن من إظهار الدين، ونستخلف في الأرض، ويعم الأمن والخير والرخاء. فما هي هذه الآية؟ آمنوا منكم. نعم، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. يلا، السؤال عندكم. اسمك؟ سؤال عندكم يا أخوان. يلا عط هذا 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 الشيخ، هذا سأل أمس واليوم، أنت الذي سألت البارحة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نسمع من الكثيرين يسلم مع من إخوانه بأنه مجاني وداخل، هل توجد هذه الكرامة؟ الجامي هو محمد صاحب الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، وهو من هذه الديار من أفريقيا، وهو عالم كبير، عالم سلفي، أتى إلى السعودية فمنح الجنسية السعودية، وكان له صولات وجولات في كشف طرق أهل البدع خاصة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرهم، الذين يوجد منهم أناس فيها في تلك الديار. وحتى أنه كان له محاضرة في الرياض، وهي موجودة في النت، وهو أول أو من أول من كشف عوار تلك الطرق وبين خبث مذهبهم. فأطفأوا المكبر واعتدوا عليه بالضرب، وهذا قبل ما يقارب 30 سنة أو أكثر من ذلك. ولذلك أيها الإخوة، فنفروا عنه ورموا من يعتقدون اعتقاد السلف في طاعة ولي الأمر بأنهم جامية أو جامي، وأحيانا يقولون مدخلي،
وأحيانا يقولون هؤلاء علماء السلاطين، أو يقولون المتزلفون، وأحيانا يقولون علماء الحيض والنفاس، أو علماء الكتب الصفراء الجافة، وهكذا ينبذونهم بعدة ألقاب. وهذا لا يضر أهل السنة والجماعة وأتباع السلف. فإذا قيل جامي فنحن نفتخر أن نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يتبعون السلف الصالح. إذا كان يقصد بهذا فنحن نفتخر بهذا. فهي في الحقيقة ألقاب أطلقوها عليه أهل البدع والطرق المخالفة لينفروا الناس عن أهل السنة. جزاك الله خيرا. السؤال عندي ولا عندكم الآن؟ عليه. جزاك الله خيرا جزيلا يا شيخ. أنا سؤالي، مسجد بذاته فقط ليس داخل المسجد، لكن بفنائه قبر، وهذا المسجد ليس هناك أي مسجد قريب من الشخص مثلا، فهل بالضرورة يجب له أن يصلي بداخل المسجد ليس بفنائه؟ هذا هو الجواب. أحسنت. أهل العلم يقولون إذا كان القبر يعمه اسم المسجد، يعني يكون سواء كان داخل المسجد وهو أشد، أو في قبلة المسجد وهو أشد، أو كان في فناء المسجد، فالراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز الصلاة فيه، لأنه قد تعرض إلى الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي رواية وصالحيهم مساجد. فإذا رأيت أو إذا تبادر إلى ذهنك مسجد، المسجد الفلاني، فجميع محتويات المسجد تدخل في المسجد. إذا رأيت السور، سور المسجد وفناء المسجد، فهو يلحق بالمسجد، صحيح ولا لا يا أخوان؟ فأهل العلم يقولون لا بد أن يكون خارج سور المسجد حتى تصح الصلاة فيه، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، والذي ينبغي، لأن هذه من خطوات الشيطان. القبور التي عند المساجد هذه من خطوات وتزيين الشيطان للناس. وتعلمون أن أول فتنة وأول شرك وقع بهذا السبب، كما حصل لقوم نوح، بقوا 10 قرون على التوحيد، ثم مات أولئك الرجال الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم أتى الشيطان فوسوس للناس فقال انصبوا لهم تماثيل حتى تتذكرون عبادتهم. وبعد قرون أخرى وأن فني ذلك الجيل أتى أجيال أخرى فقالوا ما جعلوا ذلك إلا ليتقربوا بهم إلى الله، يقربوهم إلى الله زلفى، فعبدوهم من دون الله جل وعلا. فهذه خطوات الشيطان وتزيين الشيطان، فينبغي أن يسد هذا الباب ولا يصلى في مسجد في فنائه قبر. وجزاكم الله خيرا. طيب أنا أسأل ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال حينما أنكر على الناس الذي في المسجد؟ نعم، ارفع صوتك. نعم، يقول إما أن تكونوا من أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
وسلم أو في دلالة، أو أنكم مبتدع باب ضلالة. أو مبتدع باب ضلالة. طيب، أولئك القوم ما الذي اختل من شروط قبول العمل عندهم؟ هل هو الشرط الأول أو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني، وهي مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ سجل اسم الشيخ. طيب، سؤال عندكم يا إخوان. لا نشهد إلا من شهد له القرآن بوصفه ونحن لا نعرفه، إنما نقول من كان لله تقيا كان لله وليا. نشهد أئمة السلف مثل أبي بكر، فهو أفضل الخليقة بعد الأنبياء للعشرة المبشرين بالجنة، وهذا نص. عكاشة بن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، فمن ثبت لهم أنهم من أصحاب الجنة فهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم أهل التقوى. أما من بعدهم فلا يجوز أن نشهد لشخص بعينه، لا بولاية ولا بجنة ولا بنار، إلا أن نعلم أنه مات على الكفر، هذا مآله إلى النار والعياذ بالله. أما ميت ما نعلم عن حاله ونشهد له بالولاية، أو حي وإن كان تقي فلا نشهد له بشيء من ذلك، إلا أننا نقول نعرض أعماله على الله، فمن كانت أعماله يعني موافقة للكتاب والسنة فنرجو ولا نجزم أن يكون لله ولي، ومن خالف ذلك فهو البعيد عن الولاية. نعم، فلا يشهد لأحد بذلك. طيب، أنا أسأل، ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة أجاب على ثلاث شبه للخوارج الذين خرجوا على علي، فما هي هذه الشبه الثلاث؟ ما هي هذه الشبه الثلاث؟ وهذا سؤال أنت جاوبت قبل هذا، وأنت أجبت من هذا، أنت أجبت يا شيخ. نريد من الإخوان اللي في الخلف. نعم يا شيخ. أيوة، أي قم. طيب، يلا يلا اجاب. نوتي جوائز، جوائز رمزيه. ايوه، سنوتي هذه جوائز الذين اجابوا، لكن جوائز خفيفه رمزيه فقط. زاد الشيخ محمد يريد ان او اعطي هذا الشيخ شيخ إبراهيم شيخ خلفك انتهت الجوائز؟ لا، باقي واحد لازم يجاوب السؤال الأخير، هذا لازم يجاوب اسماعيل بقى.